استكمل الجيش السوري سيطرته على بلدة رانكوس بعد محاصرته المسلحين من 3 محاور. يأتي ذلك فيما حقق مسلحو المعارضة تقدما في حلب واقتربوا من المقر الرئيسي للجيش شمال المدينة، فيما أسفر تجدد الاقتتال بين مسلحي النصرة وداعش في دير الزور عن مقتل وإصابة العشرات منهم. أكمل الجيش السوري سيطرته على آخر معاقل مسلحي الحر والجماعات المتشددة الأخرى في منطقة القلمون بتطور ميداني سريع نسبيا في ريف دمشق الشمالي وفي أقصى جنوب القلمون. الجيش السوري دخل بالفعل إلى بلدة رانكوس من 3 محاور تحت تغطية نيرانية كثيفة سبقها أكثر من 10 طلعات جوية مهدت دخول العناصر الراجلة. استطعنا بحمد الله احتلال جميع الجروف المطلة على مدينة إفرا وقطع مزيد من طرقات الإمداد على هذه المجموعات ومقتل العشرات. رانكوس تقع قربة على الحدود اللبنانية بحوالي 7 كيلومتر، يعني قريبة جدا، أقرب من بلدنا رانكوس، ورانكوس موقع جبال. المحور الرئيسي كان من جهة جنوب رانكوس أي من جهة شمال صيدنايا، وبدأت العملية البرية بالسيطرة على تلة الرادار المشرفة على كامل رانكوس، ومن ثم توجه الجيش باتجاه عدة أحياء بوقت واحد، فتزامن دخول الجيش لحي الجمعيات والحي الجنوبي الغربي بعد السيطرة على منطقة المزارع. وبعد أن استحوذ الجيش على بلدة رانكوس أصبحت عمليا منطقة القلمون كاملة تحت سيطرة الجيش السوري باستثناء 3 بلدات صغيرة نسبيا هي حوش عرب وعسائل الورد ومعلولة، وتبقى العمليات فيها تحصيل حاصل. العصابات الإرهابية المجرمة وبعد أن الهزائم المتلاحقة لها في منطقة القلمون فر قسم كبير منها باتجاه هذه الجبال على محاذاة الحدود اللبنانية، وأصبح طريق المواصلات ما بينهم وما بين وادي بردة سالكا بسهولة وطريق للامتدادات بين المجموعات الإرهابية في منطقة القلمون والمجموعات الإرهابية في وادي بردة. بلدة رانكوس تبعد 40 كيلومتر شمال دمشق، وهي من البلدات المرتفعة والباردة والوعرة وبعيدة نسبيا عن الطريق الدولي دمشق حمص، لكنها قريبة من الحدود اللبنانية. انتقل إليها معظم العناصر المقاتلة التي انسحبت من معارك يبرود، ومن ثم انسحبوا إلى الغوطة الشرقية أو إلى خارج البلاد عبر الحدود اللبنانية.